أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة من حلقات استوديو العرب. استوديو العرب النهاردة الحقيقة في قبل ساعات قليلة من أحداث القمة المصرية المغربية، موقعة الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية. الأهلي المصري بطل القرن مع الوداد المغربي بطل المغرب. الزمالك الحقيقة المتألق السنة دي، بنشوف أروع كورة الحقيقة في الدوري المصري مع بطل الدوري المغربي نادي الرجاء. الحقيقة قبل ساعات قليلة من بداية الموقعات اللقاءين في المغرب، معايا النهاردة يارا سعد. أهلا يا يارا، أهلا، زي حضرتك، وهيكون مساء معانا الخير عليكم. النهاردة الحقيقة في الاستوديو الأستاذة صابرين أبو بكر، كاتبة الصحفية. أهلا بك أستاذة صابرين، أهلا بيك، أهلا منورة يا صوتي، الاستوديو. أهلا بيك، منور بيك. الحقيقة النهاردة هنتكلم، قبل ما نخش الحقيقة في موقعات الدار البيضاء بالمغرب، هنتكلم النهاردة بشكل سريع عن قانون الأسرة، قانون الأسرة الجديد وما آل إليه. والمفترض يعني كان مجلس الشعب المنتهي ولاياته في الفترة الأخيرة ديت من أشهر شهر أو أقل كان يناقش القانون، ولكن تم تأجيل القانون للانتخابات اللي جاية البرلمان الجديد بإذن الله. طبعا في عوار كتير جدا، وبعض المهتمين بشأن الأسرة، والحقيقة كانت يارا بتكلمني الحقيقة بتقول لي الحقيقة في آباء كثيرين متضررين من قانون الأسرة الحالي. قانون الأسرة الحالي الحقيقة زي ما قالت القادة السياسية والسيد الرئيس، إن في أكتر من 5 مليون أبناء شقاق لا يرون آبائهم، فما ذنب الطفل؟ بعد الطلاق مفيش مشكلة خالص، كل واحد بيشوف حياته، ولكن الطفل ده من حقه زي ما قال اليونسكو وقانون اليونسكو، لما قال الطفل لازم تحت رعاية أبويه الأب والأم. الطفل ما يقدرش حد يعيش من غير أبوه ومن غير أمه. طبعا بكل تأكيد هنفتح بشكل في الحلقات القادمة، هنفتح الملف بشكل مستفيض وبشكل أقوى، ولكن بننتظر من مجلس الشعب القادم إن يكون القانون اللي بيتحط في الفترة القادمة من الكثير من القانونيين والمهتمين بشأن الأسرة، يبقى في العوار اللي موجود حاليا، يبقى في بشكل أو بآخر يبقى في التزام من الطرفين وأحقية الأطفال والأبناء من لرعاية الأب والأم. مفيش حاجة اسمها إن في ولد أو في طفل أو في بنت ما تشوفش أبوها بالسنة أو 2 أو 3 أو 4، الكلام ده مرفوض خالص اجتماعيا. الأمن الاجتماعي هو أمن الدولة، أمن الوطن. الحقيقة الأبناء دي اللي بنشوفهم بعد كده ضباط وفي الجيش المصري بيمثلوا الدولة المصرية، فما ينفعش يبقى في خلل نفسي للطفل من هو صغير الحقيقة. فنتمنى من القيادة السياسية أن تتدخل بعين الرأفة بأطفال مصر في الفترة القادمة، ويبقى في قانون يرضي جميع الأطراف. أستاذة صابرين، الحقيقة يعني عايزين نعرف أنت شايفة القانون الطفل وقانون الأسرة في الفترة الجاية إيه المطلوب من البرلمان القادم بإذن الله، اللي هو يعتبر هينعقد في أواخر ديسمبر؟ لا يعني انا النهارده مش هكون متحيزه لا يعني للمراه ولا للرجل، انا هتحيز زي ما انت قلت في البدايه للطفل، لان هو مصلحه الطفل هي بتفضل على المشاكل او بتغلب على المشاكل بين الاب والام، لان زي ما حضرتك قلت هو الطفل في النهايه هو هيكون نتاج مجتمع، فاحنا عايزين مجتمع الجيل بتاع المجتمع اللي جاي يكون جيل سوي، فما ينفعش ان احنا ندخله في اي مشاكل ونغلب مصلحه الطفل العليا. فاللي انا بطلبه في القانون الجديد بتاع الاحوال الشخصيه انه طبعا يبقى مصلحه الطفل على المشاكل اللي هتكون بين الاب والام، يعني لو في قانون رؤيه بيتطبق، هو في قانون رؤيه للحقيقه، يعني الدوله فعلا في قوانين اتسنت في الاحوال الشخصيه، يمكن ما فيش تفعيل ليها او دور التفعيل بطيء شويه، لكن انا شايفه في الاحوال الشخصيه بالعكس حصل طفره في القوانين في الاحوال الشخصيه وكلها لصالح الطفل بالمناسبة. يعني طب انا كنت عايزه اسال حضرتك، هل القانون هو السبب في المشكله او ان هو ظلم الطفل، ولا هل الاباء والامهات هم اللي طريقتهم غلط؟ يعني معنى حضرتك بتقولي دلوقتي قانون رؤيه موجود وان هم مش مفعل بطريقه صحيحه،
هو مفعل بالظبط. ما انت قلتي ايا كان في بعض دلوقتي. القوانين مش مفعله لكن طبعا قانون الرؤيه مفعل. طيب الرؤيه دلوقتي مفعله تمام، ومفروض ان كمان ان في القانون زي ما احنا عارفين ان في كمان عقوبه وفي تعويض ممكن يرفعه الاب اتجاه الام عشان يقدر ياخد حق الضرر النفسي اللي هو تضرره انه عدم رؤيه اولاده. لا هو تمام؟ مش بصي يا فندم، هي العقوبه موجوده يعني الام دلوقتي اللي بيكون ملفوع اللي بيكون عليها مرفوع عقليه رؤيه لو في مرتين الاب راح والام ما تخلفت عن الموعد لمده مرتين هو من حقه انه بيسحب منها الحضانه بيفرض عليها مؤقت بالظبط. يبقى هو القانون هو السبب ولا هو طريقه الاب والام؟ يعني دور المجتمع هو المفروض يتغير ولا القانون هو المفروض يتغير؟ لا هو القانون موجود تمام. هو اللي بيحصل ان احيانا في اطراف بتزج بالطفل في المشكلات الزوجيه تمام. يعني دلوقتي ممكن الام تكون في مشكله بينها وبين الاب فبيدخلوا الطفل في النص، لا هو فهو ده اللي ممكن يكون عامل الخلل. لكن لو احنا النهارده هنتكلم بس عن قانون الرؤيه لا هو مطبق يعني الاستضافه هي الحل من وجهه نظرك؟ الإيه؟ الاستضافه هي الحل؟ هي حق طبعا بس هل هي حل؟ انا مش مع قانون الاستضافه لو احنا النهارده بس عشان نبقى عارف احنا احنا في اي او استاذ مبروك يزعل مني عشان اكيد هو متحيز للرجل في الحته دي. بس لا تماما والله احنا كل كلامنا لمصلحه الاطفال. الطفل الحقيقه ملوش ذنب في اي مشكله بين الاب وبين الام، مفيش تحيز خالص، احنا بنتكلم لصالح المجتمع. رساله الاعلام اللي هي تلقي الضوء على السلبيات اللي موجوده وبنحاول بقدر الامكان نوصلها للمسؤولين عشان يحلوها. انا بتكلم بصفه الحقيقه اكثر من 12 مليون اب متضررين من القانون الحالي. انا في بعض اباء ما بيشوفوش اولادهم اكتر من سنه واثنين وثلاثه، يمكن استاذه كمان يارا بتتكلم في اطار نقطه بعيد بقى عن قانون القانون والرؤيه والكلام ده، هو غير ادمي بالمره قانون الرؤيه. هو يا فندم يسحب منها الحضانه، يعني لو هي تخلفت عن ان هي توري له ابنه هو بيقدر ان هو يسحب منها الحضانه. بس دي كده حقوق الاب والام. ما بيعملش كده. لا مفيش يا فندم الكلام ده، الحقيقه مفيش ولا حاله سحب حضانه الا واحد. ازاي بقى؟ لا لا في في انا دلوقتي لو حاضنه وان انا انت معاك حكم رؤيه عليا وانا تخلفت لمده مرتين ما بروحش بشكل مؤقت بتسحب منها الحضانه ولا ينفذ قانوني وليس ولا ينفذ. الاباء هم اللي متكسرين ان هم بيكسروا لان اجراءاتها طويله شويه. مش بس اجراءاتها طويله يا فندم، في ابهات مش عايزه تشيل مسؤوليه هم بس بتلككوا، يعني هو بيطلع يعيط ومش عايز يشوف ابنه ومش عارف مش عارفه ايه وهو في النهايه معلش سوري في اللفظ هو سياده الاب انت مكبه بدماغك، يعني لو انت فعلا عايز تشوف ابنك وانت حريص ان انت تشوف ابنك لا في قانون يا فندم بيتخذ ضد الام اللي هي ممتنعه عن تنفيذ قانون الرؤيه، تقدر تسحب منها الحضانه الا لو حضرتك اللي مش عندك مكان تاخد ابنك فيه ورامي على الام بقى كل حاجه. وكمان الوقت كمان في حاجه ثانيه، ما لو انت لو مش بتدفع النفقه بانتظام مش من حقك ان انت ترفع رؤيه، ففي كمان اباء بيبقوا مش بيدفعوا النفقه فازاي تحكم لهم بالرؤيه؟ والله انا شايف ان القانون الحالي يعطي المراه حقها كاملا متكامل بشكل كبير جدا، ولكن احنا بنشوف بعض الحالات بتبقى الام المنفصله بتخش عند عشان خاطر طليقها بتخلي الولد وسيله اللي هو يعني يا استاذه بالتالي بيبقى في اعتقد 100% ان في امهات احيانا بتزج بالطفل في المشاكل العائليه ودوت غلط. انتقام من طليقها يا فندم عشان خاطر الطفل ده نفسيا وسيكولوجيا ده شيء. هقول لك لا مش هقول لك لا انا معاك جدا، ما قلتش ان كل الامهات كويسين، ما قلتش ان كل الاباء سيئين. يعني انت شايفه انت شايفه يا استاذه صابرين ان القانون الحالي والرؤيه الغير ادميه بالمره هل ده لصالح الطفل ان هو يشوف ابوه الساعتين او الثلاث ساعات او الاربع ساعات في مكان غير ادمي غير يعني تقدر تقول نفسيه الطفل؟ يعني ممكن الراجل يستحمل انما الطفل هو ذنبه ايه يروح مكان زي دوت اربع ساعات؟ هو غير ادمي بالكامل. بس انا عايز اسالك سؤال من غير مقاطعه. هو انا دايما حتى دلوقتي في المناقشه بتاعتنا بحس ان دايما ان كل طرف هو عايز يغير القانون لصالحه بس بنحط الطفل في النص كسبب. لا ده مش عشاني، يعني بنشيل صفه الانانيه او اللي انا بص لنفسي كاب او كام واقول عشان الطفل. الطفل من الاول اتظلم اللي هو موجود في علاقه زوجيه فشلت او انتهت ايا كانت الاسباب ايه، والطفل حتى لو في استضافه هو متضرر في الاخر هو هيروح يوم واحد عند الاب. فحضرتك شايفه ايه من وجهه نظرك هما ليه مصممين على قانون الاستضافه باستماته وليه الام دايما او الزوجه او المطلقه ليه بردك بتبقى مستميته ان هي لا مش هوريه؟
طيب هو مبدئيا مش الام ولا الاب هم اللي هيسنوا القانون وهم اللي هيحطوا التشريع، فهي بقى عايزه يبقى القانون لصالحها، هو عايز يبقى القانون لصالحه. في النهايه في حد، في مجلس شعبي، في اعضاء مجلس الشعب هم اللي بيسنوا القانون، او في ناس بتسن القانون وبتوافق عليه في البرلمان، من ناس دي يعني مستشارين ودي شغلتهم في ان هم بيحطوا القوانين دي، فهم اللي بيفضلوا مصلحه الطفل لا الام ولا الاب. طبعا المشاكل يعني انا ضد ليه قانون الاستضافه، لان في احيان الاباء بيخطفوا الاولاد، هتبقى جمعه يعني بقى نشتغل بدل احوال الشخصيه نشتغل بقى جمعة. يعني دلوقتي انت ابنك معاكي وفي حضنك، خطفوا الاب في ان هو راح يبات عنده يوم او اتنين، خطفه وسافر بيه، بس هم حاطين ضمانات حوالين نفسها. لا مفيش ضمانات كتير بصراحه، لا عشان ابقى منصفه، في ضمانات كتير هم حاطينها. مفيش الكلام ده خالص، حصل هتيجي حاله او اتنين حصل ان اب خطف ابنه الحقيقه، مفيش الكلام ده. ايه الضمانات؟ الضمانات لو انا موديه ابني عندك دلوقتي يا فندم، ده ابوه، ده ابوه يا فندم، ضمانات ايه؟ هتاخدي ضمانات على ابوه؟ لا لا لا، هو هيحافظ عليه اكتر، هو هيحافظ. على فكره يا جماعه متقدمه، هيحافظ بشوة. هيحافظ مين؟ هيحافظ على الولد اكتر من هيحافظ ابوه، هيحافظ. بس ممكن يكون زي ما حضرتك قلت ان بابا عينه دي وعايز يضايق امه في ايه؟ في ايه يا فندم؟ الام بتتزوج، بتنفصل ثم تتزوج، مفيش ادنى مشكله خالص، القانون معاها حتى يعني الحالي، القانون معاها. طب هو كمان الاب مش بينفصل؟ بيعول، لا بيعول الطفل، بيعول لام الام، الاب في المرتبه ال 36 بالنسبه لحالات، بالنسبه ان هو يبقى راعي للولد. يعني المفروض دلوقتي انا لما انفصل عن زوجي واروح انا اتجوز، فتاخده مرات ابوه، ما تاخدوش مرات. امال تاخده مين يا فندم؟ يعيش يا فندم مع زوج الام حضرتك، او البنت تعيش مع زوج الام؟ يبقى اذا في قانون المفترض. طب ما نحل يا جماعه من الاول، يبقى اذا يبقى هنا الطلاق. القانون فيه عوار. لا يعني انا بدل ما احنا البرامج كلها والتلفزيون كلها يعني يعني وقتهم كله بس على مناقشه القوانين. الراجل في النهايه عنده شغله، عنده حياته، عنده حاجات كتير قوي، مش هياخد الولد يقعد بيه في البيت، مش هيقعد جنبه، هينزل يروح شغله، هينزل هيقول لك الست كمان بتشتغل. مش ده قصدي ان هو في النهايه مش هيبقى متساب مع مرات ابوه، اضمن من ان هي بتعامله كويس، فمين اولى بيه، امه ولا مرات ابوه؟ اكيد ده اللي انا بساله. اكيد امه هتبقى حن عليه، امه هتاخد بالها اكتر، فهي بعيدا عن الحالات الشاذه، عشان ما حدش لما يجي يتناقش يقول في حالات شاذه كتير. أكيد. اوكي، بس دلوقتي حتى لو في حالات سليمه، لا يمكن مرات ابوه هتعامله كام اكيد في كل الحالات، علشان بس نكون بنتكلم واقعيا، مش اي مش كلام موضوعي. بس هو ده اللي احنا بنتناقش فيه دلوقتي، هو سبب الحوادث وسبب انحدار المجتمع والاخلاقيات، هل ده صحيح؟ بتشوفيه في الحوادث اللي حضرتك بتكتبيها او بتشوفيها، ولا السبب الاساسي بيكون ايه؟ لا، بشوف ان في تراجع كتير جدا لدور الراجل، وان الست بجد يعني، فالست خدت دور ما بقاش دورها، فما بقتش فيه مسؤوليه زي زمان على الاب يعني، او ما مش عارف، مش كل الاباء، انا مش عايزه اعمم طبعا يعني، بس هو نتيجه لتراجع دور الراجل بقت الست شايله مسؤوليه كبيره جدا، فممكن يكون ده برده من احد الاسباب، ان هي برده بقى في مش عايزه اقول تراجع في الاخلاق، ولو ان برده في تراجع في الاخلاق اكيد، انا كنت هقول لك، ولو ان برده ده تعبير مش خاطئ يعني، فعلا في فعلا تراجع في الاخلاق، وفي فعلا تراجع للادوار، يعني ان الراجل تراجع شويه عن دوره، والست كمان تجاوزت تراجع بناء على المساواه اللي احنا كنا بنطالب بيها الغلط، يعني اترجمت بشكل خاطئ، ولا نتيجه هو الراجل اصلا بقى متكاسل في دوره؟ لا، هو ممكن تكون اترجمت بشكل خاطئ، لان انا مش عايزه اظلم من الرجاله، في رجاله لا في رجاله كويسه، وفي ابهات ممتازه، ومش عايزه اقول، احيانا الام اللي بتبقى متجنيه يعني، دي مش قاعده، بس طبعا الجزء الاكبر يعني بشوفه اهمال من الراجل برده، هو استاذ مبروك هيزعل مني، بس لا يعني مش، لا مش عايزه اغفل، في رجاله كويسين جدا وشايفين ادوارهم، وابهات عظيمه، والست احيانا هي الغلطانه، وهي اللي بتبقى نتيجه عن ان هي غيرت ستات، راحت اتجوز واحده تانية، في عايز تنتقم منه وعايزه كذا، فبيتمثل دوت في الطفل، في ابنها يعني، فده طبعا ده غلط، وده اللي احنا عايزين نوصل له، الطفل مالوش ذنب الحقيقه في كل المهاطرات ديت التي تقام بين الطرفين. الطفل الحقيقه ده مش ملكيه خاصه للام، لا ولا الاب، ده ملكيه للمجتمع بالظبط. لا، بغض النظر عن المجتمع، هو اساسه، هو طالع للمجتمع، هو عايز ينشا بيئه صالحه، في بيئه صالحه، بعيد عن التوترات، بعيد عن المهاترات، فما ينفعش يتاخد ان هو وسيله حرب بين الطرفين، ويتاخد كرهينه الطفل. انا بناشد اي ام من هنا، اوعي تحطي ابنك او بنتك طرف في اي مشكله، يعني انت كمان ابقي على مصلحه ابنك، لو انت بعدتيه عن ابوه، الاب له دور مهم جدا في حياتنا، مش هيقدر يعني، ما ينفعش ان انت كده في الحاله دي مش هتبقي بتعاقبي الاب، انت هتكوني بتعاقبي ابنك ان انت حرمتيه من دور ابوه. فطبعا لا، انا مش مع الام اللي بتعمل كده ابدا، ولا مع الاب يعني، ولا مع الاب اللي يخطف طفل من امه علشان بس يضايق امه،
او يعاقبها او او لاي سبب من ما يعني، او يخليها تنزل عن اي حاجه عن حقوقها مقابل ان هو يرجع لها ابنها. يا جماعه انتوا كده بتعاقبوا ابنائكم مش بتعاقبوا بعض. فطبعا لا، طلعوا الاولاد بره الموضوع، بكل تاكيد ده اللي والاولاد في حاجه زي ما هم في حاجه ماسه جدا لامهم. لا يمكن نغفل دور الاب عشان يطلع طفل سوي وفي بيئه صحيه. الاب له دور كبير جدا انا كنت عايزه اسال حضرتك، بما ان في دور الصحافه عن الابناء. المجتمع، بما ان الصحافه عن المجتمع، ايه راي حضرتك في الظاهره الجديده ان كل اب او كل ام يطلعوا يسردوا مشكله بالاسماء بتاعت يعني انا مستغربه والله. لا شوفيها كتير ويبرر لا اللي ده عادي مش هيبقى فيه ضرر للطفل، لا لا طبعا مجرد الانتقام. واشوف اللي هو مش عارف يطلق مين فيحط لها قسمه الطلاق بتاعتها على الفيسبوك، او يطلع يقول انا طلقت النهارده وهي انا مش عارفه ايه. انا مش فاهمه بيعملوا كده ليه، انتوا بتكلموا الناس ليه؟ يعني انتوا ليه بتطلعوا تقولوا الكلام ده؟ لا طبعا ده بقى على الطفل، مين قال كده بقى؟ المفروض الموضوع ده في خصوصيه، فما بشوفش ان دي رجوله ان واحد ممكن يطلق واحده فيطلع يقول الكلام ده او يحط قسمه طلاقها ولا مش عارفه انا انفصلت عنها. الناس ما لهاش علاقه، ولا كمان من الام اللي بتطلع برضه تشهر بطليقها انت مع ان في ابن عندك. فما يصحش ان انت تطلعي تقولي كده على ابوه. في يوم من الايام هيكبر وهيجي يحاسبك، وهيحاسب الاب كمان. يعني لو الاب هو بيغلط في امه هيجي يحاسبه، ولو الام كمان يعني ايه، بصوا للمستقبل شويه، بصوا لاولادكم ما يكبروا. فما يصحش، لا لا ما فيش اي خصوصيه في الموضوع. انا بشوف ده تشهير من الطرفين ومش معاه خالص. تمام. طب الحل ايه؟ الحل للمجتمع مش للطفل ولا للاب ولا الام. الحل لو هنتكلم في الاول في دور الدوله، الحل ان في قوانين كتير مش متفعله، لا لازم تفعل، وهي كلها بصراحه لمصلحه الام والطفل. لان برضو علشان نكون منصفين، حتى لو في ام بتعاقب الاب بان هي ما توروش الولد او الكلام ده كله، بس في قوانين كتير جدا ضد الام ولصالح الاب، ومش صح ان كل القوانين لصالح هو واخدها ظاهريا. لا 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 خالص، بالعكس انا بناشد ان لازم قانون الاحوال الشخصيه لا يكون في، يعني يكون في تدعيم اكتر لحقوق الام. ان ما ينفعش يكون الاب مثلا ما بي اكتر ما من كده يا فندم الحقيقه. اكتر من النفقه كده بتاخد اكتر من سنه ما ينفعش يكون ان الام ما بتاخدش نفقه والاب يروح يتجوز تاني او يسافر او مش عارف يعمل ايه هو ما يدفعلهاش نفقه. ده يا فندم ما يحدث حاليا، ولازم حد ادنى للنفقه. النفقه اللي بتبقى يا فندم الحد حاليا، الحد الادنى لعدد اللي ممكن الام او طليقه الزوج ترفع القضايا بيوصل ل 36 دعوه نفقات، منها 7 نفقات تخصها هي حق ولا انتقام؟ إيه لا لا بص احنا ده سؤال مهم جدا، هل هي حقوق لا هي للمطلقه او للزوجه؟ هي اللي هي المز... اللي هي هي الزوجه بترفع هي ام 36 ليه؟ هي بترفع 36 ليه؟ 36 قوي. او انا مش عارفه العدد بالظبط، انا مش محاميه. هو الحقيقه بس هي ليه بترفع 36؟ ما هم دلوقتي بيطالبوا بضم القضايا على فكره، يعني هم بيطالبوا بضم القضايا ان هي تكون كلها قضيه واحده او ملف واحد. لان ليه بقى؟ هو لو 36 هو مين اللي هيتعب؟ يعني الاب ولا الام؟ اكيد الزوجه. الزوجه اللي هتروح ترفع 36 قضيه وتبقى شايله اولادها على ايديها ووقت ومجهود وتلف بيه على المحاكم وتلف على المحامين وتدفع اتعاب هنا وتدفع اتعاب هنا وترفع قضيه هنا وقضيه هنا. فده دوت يعني ده لصالح الزوجه، مش ده غير النفقات هم بيطالبوا بضم. يعني هو الحقيقه طبعا ما زال الملف مفتوح في الفتره القادمه. وطبعا الاحساس الذكوري هيغلي طبعا عشان خاطر لا لا الحقيقه هو عشان بس الوقت الحقيقه بيداهمنا، الملف محتاج حلقات وحلقات طبعا. واكيد هنتابع طبعا الملف الفتره القادمه، وان شاء الله تشرفينا باذن إن الله. شاء الله فاصل صغير الحقيقه ونرجع تاني نكمل استوديو العرب. الحقيقه كلها اهداف ولقاءات. الحقيقه المخرج المبدع رجع بينا فلاش باك للثمانينات والتسعينات وتالق الحقيقه كره الكره المصريه، الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه، 8 بطولات افريقيه للنادي الاهلي باذن الله، والبطوله الجايه احتمال يبقى اللقب التاسع. والنادي الزمالك الحقيقه مش غريب عليه طبعا البطوله الافريقيه الذي عودنا دائما ان هو يتالق في البطولات الافريقيه. لقاءين في كازابلانكا الحقيقه من اقوى اللقاءات في البطوله الحاليه. كوت باي الكره المصريه الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك، وبطل الدوري المغربي الرجاء المغربي والوداد، الفريق الاقوى في المغرب الشقيق. الحقيقه اللقاءين دول حقيقه يرى قمه مصريه مغربيه بتشهدها استاد كازابلانكا بعد ساعات قليله الحقيقه من
كواليس اللقاءات ونزول الفريق النادي الاهلي في المطار كان استقبال كبار الزوار. الحقيقه النادي الاهلي لما وصل السعاده اللي فاتت دخل من صاله كبار الزوار في المغرب، استقبال حافل للخطيب، الصحافه المغربيه مهتميه جدا بفريق النادي الاهلي وفريق الزمالك، وطبعا وصل مؤخرا فريق بيراميدز عشان خاطر مباراته. النادي الاهلي الحقيقه الكواليس اللي مع موسيماني الحقيقه هو كل عشاق الفانلة الحمراء بينتظروا لقاء قوي جدا على طريق الحصول على اللقب التاسع، وطبعا على الطريق الاخر الزمالك معانا الحقيقه الفنان الزملكاوي الكبير عمرو فتحي. يكلمنا بقى. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فنان. مساء الفل يا استاذنا، استاذ الاعلام الاول في مصر بالنسبه حبيبي لي، وعلى حبيبي مستوى الشرق اشكرك. طبعا بالنسبه للناس كلهم حبايبك، يعني انت حبيبنا يا دكتور. حبيبي حبيبي يا فنان. ازيك يا استاذ مبروك؟ اهلا اخبارك بي اهلا ايه؟ بيك يا استاذ عمرو، اهلا منورنا. بيك حبيبي. اهلا بحضرتك. منور الشاشه والله اشكرك قعدتك الحقيقه. يعني يا رب تقول لك الحقيقه منورنا. منور ومبدع على طول في الوسط الفني الحقيقه بمشاهدك الله الجميله يخليك الله وابداعاتك على طول. يخليك الله يخليك. شايف يا فنان الحقيقه اللقاءات اللي بعد ساعات قليله في المغرب، شايف لقاءين الزمالك والاهلي هيمشوا ازاي مع الرجاء والوداد المغربي؟ لقاءات والله حاسمه. انا يعني في ظل اللي احنا شايفينه بصراحه من مستوى الفرقتين، يعني بصراحه شايف ان يعني ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا، يعني انا بصراحه انا كراجل زملكاوي هتكلم عن الزمالك، وطبعا كراجل مصري هتكلم عن الاهلي والزمالك، او الاهلي الاهلي يخصني طبعا بما اننا احنا كلنا يعني تحت سماء بلد واحد زي ما بنقول يعني. بالنسبه لقبل الكورونا كان شايف ان الزمالك ماشي كويس جدا، يعني كان يعني عايز اقول لك ان يعني لو قلنا كان من المرشح الاول للبطوله بضمن العناصر اللي عنده، وعناصر عنده عناصر بنقدر نقول انها يعني سواء عن محليه او كعناصر عربيه، يعني عنده بيمتلك يعني مجموعه من اللاعبين على مستوى فردي وجماعي ويعتبر كلهم دوليين، بل وكلهم في ناس لعبت كاس عالم منهم كتير يعني. فقلنا ان الزمالك فعلا قدر يعمل صفقات مهمه جدا السنه دي. كان قبل انت الكورونا شايف، كان الناس انت كلها شايف بقى شايف يا فنان، شايف يا عمرو الحقيقه المباراه الزمالك مع الرجاء شايفها اسهل ولا مباراه الاهلي مع الوداد؟ والله انا شايف ان حاليا مباراه الاهلي والوداد اسهل من الزمالك والرجاء. وشايف الفاينل هيبقى مين هيصفي الفاينل يا فنان؟ الفاينل انا بصراحه شايف الاهلي حاليا دلوقتي ابتدى يعني يلم اوراقه زي ما بنقول، وابتدى يجيب جاب مدرب على اعلى مستوى، موسيماني يمكن عنده خبره افريقيه كبيره جدا. على عكس الناحيه الثانيه الزمالك بعد ما كان مستقر حسيت ان الفتره دي برده مش اللي هو مش زي ما كان قبل كورونا زي ما قلنا. يعني فانا شايف بصراحه شايف فرص الفايل الاهلي، شايف فرص الفايل فين في الاهلي كلمه انا اخيره شايف فرص الاهلي ان شاء الله، بتمنى من جوه قلبي ان يبقى الفاينل اهلي وزمالك. يعني باذن انا الله. دي بتمنى من امنيه جوه الحياه قلبي ان الفنان الفاينل الاهلي عمرو وزمالك. فتحي. اشكرك يا فنان الحقيقه. طبعا بنهايه كلمه الفنان عمرو الحقيقه فتحي بيقول لنا الفايلا مصري خالص. نتمنى الحقيقه قبل النتائج استاذه صابرين، اتمنى ان نتمنى ان يكون احنا النهايه نشوف خالص اهلي قمه بس. مغربيه مصريه في قطبي واتمنى في الكره النهايه خالص المصريه تبقى اهلي والقمه بس. المغربيه. نتمنى نشوف ده لقاءين انحياز واضح يليق طبعا بمستوى الاهلاويه الفريقين سمين. المغربي والمصري والمصري والمغربي. تحياتي اعزائي المشاهدين، وإن شاء الله نشوفكم بإذن الله الخميس القادم الساعة 12 ليلا بإذن الرحمن. تصبحوا على خير.